ليا محطتنا التالية مع فرقة قدمت العديد من الأعمال المسرحية الراقصة وتركز على إحياء التراث والفلكلور والموروث الشعبي. فرقة من اسمها بتعرف أنه بتهتم بجيل المستقبل. فرقة أجيال للمسرح الراقص فرقة هدفها تعزيز الهوية الثقافية لدى الأطفال وتوجيه طموحاتهم باتجاه ما يساهم في بناء شخصيتهم بشكل سليم. شاركت بالعديد من المهرجانات ونالت الفرقة عدد من الجوائز ومن أجمل المسرحيات الراقصة يلي قدمتها زمن الانتصارات طيور الحرية مدينة الأحلام حكاية وطن وشقام، ومؤخرا كان لها شرف افتتاح يوم أمس مهرجان دمشق الثقافي. حتى نحكي أكثر وبشكل مفصل أكثر عن هيدي الفرقة وإنجازاتها بيسعدنا نستضيف مدير الفرقة مجد أحمد. صباح الخير مجد. صباح أهلا وسهلا فيك. وسهلا فيكم. صباح الخير مجد وأهلا وسهلا فيك. يا رب. بداية خلينا نحكي من نشاطكم الأخير كان اللي هو افتتاح مهرجان دمشق الثقافي. نعم. خبرنا عن التحضيرات وعن فكرة العرض. أول شيء صباح الخير وتمحكينا. صباح النور. نحن مبارح كانت ما تفضلت لي أنه نحن افتتاح مهرجان دمشق الثقافي. صرنا تقريبا شي شهر عم نحضر لهذا المهرجان. قدمنا فيه كنا عم نحكي فيه عن الشام بشكل عام. قدمنا فيه ثلاث لوحات. اللوحة الأولى كانت للفنان الراحل وديع الصافي، هي بعنوان بلد الشام، تقريبا مدتها شيء خمس دقائق. انتقلنا يعني احنا كان موضوع حوار، موضوع مبارح حفلنا كان هو عن الشام بشكل عام، عن دمشق، عن جمال دمشق. اللوحة الثانية حكينا شيء عن الميلوية بتفاصيلها، كان عم يشاركوا فيها يعني تقريبا 20 شاب وبنت. اللوحة الثالثة هي كمان عن الشام بس بطابع فلكلوري وطني، تقريبا مدة العرض 25 دقيقة. هو رؤية وإخراج كان الأستاذ عوض قدروا نوجه له تحية وصديقنا. وكانت تقريبا الفرقة مشاركة ب 25 راقص وراقصة، لا هن من الشباب كانوا موجودين. قلت لك تقريبا شهر أخذ معنا التحضير حتى نكون بهذا المهرجان، إن شاء الله نكون لقى انطباع حلو عند الجمهور اللي حضروا مبارح. أكيد رح نتابعه بعد شوي، ولكن خلينا هيك نحكي، يمكن مثل ما ذكرت بالمقدمة أنا شاركتوا كتير بمسرحيات، كان تمام. عندكم مسرحيات وأيضا كان عندكم مشاركات بمهرجانات، ولكن اليوم من بعد الانتصارات يلي تحققت بالوطن على أيدي أبطال الجيش العربي السوري، أكيد. شو هو الشيء الجديد اللي اختلف عن تقديماتكم مثلا بسنوات الحرب؟ اليوم كيف الصورة تبلورت برقصاتكم؟ هلأ نحن مثل ما تفضلت، نحن اليوم عم نحكي عن سوريا إن شاء الله بعد الأزمة، سوريا الانتصار. كمان مؤخرا بهذا التفصيل كنا بمهرجان ملتقى الجولان الثقافي لنحكي فيها، هو كان بعد انتصار الجيش وبعد خلو الإرهاب المنطقة الجنوبية. انتقلنا اليوم لنحكي عن حالة النصر، عن حالة الفرح اللي عم نعيشها كبلد. انتقلنا عن يعني عم نحكي الشيء اللي كنا عايشينه قبل الحرب من خلال الرقصات، من خلال الفكرة، من خلال توجهنا نحن كفرقة كمسرح. لازم نحن نحاول نعطي الأهم والأحلى لحتى نكون موجودين بأحلى صورة، لأنه سوريا بتستاهل هذا الشيء اللي نحن عم نحكيه. البلد بيستاهل، قدمنا كتير، صار في خلال الأزمة كان في وجع، كان في يعني حالة شوي حزينة. عم نحاول إن شاء الله من خلال أعمالنا المسرحية ننتقل لحالة الفرح، لحالة النصر اللي هي بجهود جيشنا وانتصاراتنا وشعبنا. إن شاء الله يا رب لقدام إسا الأمور بتكون أفضل بكتير وخلص انتهى كل شيء بالنسبة للحرب وللأزمة. صحيح ليا، دائما الفن كان وسيلة للتعبير عند السوريين. صحيح. هلأ اللي ما شاف يمكن العرض رح نروح للمادة التالية مع زميلتنا سالي شار لمهرجان الافتتاح مهرجان دمشق الثقافي بالمادة التالية.
الأمم العريقة تهتم بالثقافة، والثقافة فيها تأخذ أشكال جديدة رغم ما تمر به من مصاعب. حقيقة بسوريا رغم الثمان سنوات التي مررنا بها وأنتم تعلمون جميعا كم كانت صعبة وقاسية، تمكننا في وزارة الثقافة من أن نحافظ على النشاط الثقافي المتواتر، فكان لدينا إنتاج أفلام ومسرحيات، معارض فن تشكيلي، طباعة كتب. مهمة الفنان التشكيلي لا تقف عند حدث أو حادثة معينة بالنسبة لوطنه. الفنان التشكيلي هو رجل معطاء بكل صدق وأمانة، اللي بحب هالوطن وبحب تراب الوطن، واللي شرب من أرض، شرب من ماء هذا البلد، وأكل من خيرات وتراب هذا الوطن، بده يقدم كل شيء عنده بإخلاص. مهرجان جميل جدا ورائع جدا، فعالية رائعة. نحن بهالفترة هي بحاجة لهيك فعاليات لنثبت تحدينا الثقافي، لنثبت صمودنا وقوتنا. يعني نرمين مثل ما تابعنا أجواء افتتاح مهرجان دمشق الثقافي بدار الأسد للثقافة والفنون، وفرقة أجيال أكيد كانت متواجدة لافتتاح هذا المهرجان يلي هو رح يمتد لمدة أسبوع لكل مين بحب وعنده إلمام واهتمام بالثقافة. أكيد فيه يزور المعرض ويشوف كل المشاركين بمهرجان دمشق الثقافي. بدنا نرجع مجد عندك، يمكن شفنا ولمسنا اللوحات من خلال الفيديو المصور اليوم. خلينا نحكي يمكن عن التكنيك من بعد فترة من الزمن. تكنيك الفرقة أكيد صار الصغير كبير، صحيح. وصار في تطورات كثيرة بغض النظر عن ظروف الفرقة، يعني مثل أي يمكن فن بده دعم أكثر، بده مكان يهتم فيه أكثر لتعملوا بروفات وهيك. ولكن خلينا نحكي اليوم هي العيلة اللي كبرت، هذا الجيل اللي كبر، صحيح. اليوم عم نشوفه على مسرح دار الأوبرا، هو من أهم المسارح. خليك يا رب. هلا نحن فرقة أجيال تأسست 2007، الشباب والصبايا اللي كانوا موجودين هلا عم نتابعهم هن معنا، كانوا لما كان أعمارهم يعني بالابتدائي تماما 10 سنين 11 سنة، اليوم شباب وصبايا في منهم 18 19 20، في منهم بالجامعات طلاب طب وصيدلة، ويعني الأفرع الثانية يعني على مستوى ثقافي كثير مهم الحمد لله. من خلال متابعتنا لهم، خلال وجودنا سوا، يعني احنا مثل ما تفضلتي بالنهايه كنا عم نجتمع مع بعض اكثر ما هن يعني يكونوا موجودين مع اهلهم مع المجتمع يعني بشكل عام. اليوم اجيال هي بتحكم على اسمها من خلال يعني الاجيال اللي عم تفوت على الفرقه. اليوم قلت لك هدول الشباب الصبايا وشباب اللي بعدهم جيل اليافعين موجود كمان عم يقدم بنسبه عمريه هن بين 10 سنين و13 14 سنه، وفي جيل الاطفال يلي من 8 سنين لل10 سنين. نحن اجيال ثلاث فئات عمريه اليوم عم تشتغل، اللي كانوا موجودين اليوم هن جيل الشباب مثل ما تفضلنا. عم نحاول ان شاء الله انه نحن ناخذ جيل بعد جيل لحتى نضلنا مستمرين، لانه انت بتعرف اليوم المسرح هو وخصوصا مجالنا المسرح الراقص هو بحاجه لتقنيه، بحاجه لمتابعه، بحاجه لتمرين. عم نكون يعني نقدر نوافق بين هدول الاجيال بكل معنى الكلمه، من خلال التمرين اللي عم ياخذوه، من خلال التدريبات،
في صعوبات، ما حدا ما بيواجه صعوبات، بس اليوم الحمد لله يعني مرة عن مرة إن شاء الله عم تكون الأمور أفضل. شكر لوزارة الثقافة، نحن كتير مشكرة لأنه دعمت الفرقة خصوصا بوجودنا بهذا المهرجان وبأكثر من المهرجانات. إن شاء الله نحن نحاول نقدم الأهم. أنا حابب أنه نوع عن فكرة، نحن موجودين خلال المهرجان يوم الجمعة بعرض السندباد، هو رح يكون بالمركز الثقافي بكفر سوسي، كمان هذا من إنتاج الوزارة ضمن الفعاليات لليافعين، لأجيال اليافعين. تمام، يعني نحن هذا عمل السندباد عملناه اشتغلنا فيه، هو بيحكي عن رحلة السندباد السوري. الجمعة اللي بيحب يحضرنا موجودين، ونحن بكرة إن شاء الله كمان كأجيال الأطفال واليافعين بهيئة أبناء الشهداء كمان ضمن فعاليات مهرجان دمشق الثقافي، مديرية ثقافة الطفل. أكيد ليهي دعوة لكل المشاهدين أنه مهرجان دمشق الثقافي برنامجه حافل وفي كثير من النشاطات. تمام. كنا عم نحكي من شوي عن الصعوبات، اليوم أنت مدير الفرقة، عم نحكي عن عمر حساس، يمكن يافعين أطفال. صحيح. اليوم قديش في صعوبة لندير هدول الفئة العمرية، نوجه طاقاتهم؟ يا ترى لما يكون في عرض أنا عندي مدرسة، أنا تاسع، أنا بكالوريا، كيف جامعة كتبو صيدلي؟ والله صحيح، يعني أنت عم تحكي الوجع بالحقيقة. هلأ بالنهاية أنت بتعرفي هي دراسة، وفي دور للأهل كمان. ايه تماماً، تشجيع. ايه والله، يعني لو ما أهاليهم يعني في تعاون كبير صدقيني معنا ما منوصل لهذا الشيء، ما منقدر نكون موجودين بطريقة يعني مهمة. ما فيكي أنت الطلاب الطلاب الجامعيين، حتى طلاب المدارس بالنسبة لليافعين، أنك أنت تكوني على حساب هذا الموضوع. عم نحاول نوفق بين هذا الشيء، دراستهم والمسرح والفرقة. في صعوبات، حتى من خلال قلت لك من خلال التمرين، من خلال توجيههم. انت اليوم لما بتوجهي حركه او لما بتعطي حركه للاطفال اللي عمرهم 8 سنين ل 10 سنين، هو تمرينهم وطاقتهم وشغلهم وفكرتهم غير الشباب اليافعين، غير الشباب الكبار. الفكره هي بتحكم علينا كيف نكون موجودين على المسرح، الموسيقى، الديكور. قلت لك نحن احيانا عم نوجه أعمالنا لحتى تكون هادفة للكل. يعني نحن اليوم الأطفال لما نكون نحن عم نشتغل معهم عمل، نخلي الكبار والصغار يحضروا، لأنه الطفل ما بيجي على المسرح لحاله، بده يكون معه أبوه وأمه. فعم نكون نحن نوجه رسالتنا للكبير، يحبها الكبير والصغير، لحتى نقدر نكون موجودين معنا الاستمرارية، يمكن ضل موجود الاستمرارية ويحضرونا الجمهور. يعني إحنا الأهل بهمنا كمان إنه ينبسطوا لما يشوفوا العرض. كمان بالنسبة لهذا الحكي لليافعين، وبالنسبة للحكي للشباب، لما يكونوا كلياتهم موجودين معنا ضمن فكرة عامة، الثلاث أجيال كله له هدف، كله موظف ضمن المسرح، كله له طريقة شغل، وهن يعني صاروا على معرفة كتير مهمة من خلال تراكم الأعمال والتجارب اللي احنا عم نشتغلها. صاروا يعرفوا شو يعني نحن مسرح، كيف نحن دخولنا خروجنا، كل هاي الأمور صارت منضبطة بالنسبة للفرقة. نعم، هلأ خلينا نروح، بما أنك ذكرت كلمة المسرح ونحكي عن المسرح، يعني بالمقدمة ذكرنا كان عندكم مسرحيات راقصة، رح أرجع عيدهم ونحكي عنهم بشكل مفصل أكثر. هن زمن الانتصارات، طيور الحرية، مدينة الأحلام، حكاية وطن وشأم، هن مسرحيات راقصة. تنوعت وتوزعت بعدد من المسارح السورية. صحيح. في دمشق. خلينا نحكي عن يمكن كيف بتختاروا المسرحيات، كيف النصوص أو الفكرة ككل. تمام. وعلى أي أساس بتبنوا الفكرة برقصة؟ صعبة شوي يمكن. هلأ هي صعبة تماما حسب الاحتفالية اللي انت مثلا بدك تشتغلي فيها أو توجهت لك دعوة لتكوني فيها. مثل مثلا زمن الانتصارات، نحن هذا الحكي زمان صار له، حاولنا انه نحن نجسد هاي الحاله اللي هو بعنوانها زمن الانتصارات، لحتى نوجه تحيه، وقلت لك نكون موجودين بمعنوياتنا باطفالنا. زمن الانتصارات يحكي عن الانتصارات اللي عم تصير بالبلد ونحن اللي عايشينها. رحله الفراشه قدمناها بدار الاسد للثقافه والفنون، هذا كان ضمن احتفاليه يوم الطفل العالمي. فنحن رحنا على شيء عالمي نشتغله ضمن الفرقه، فاخترنا هذا العنوان اللي هو بيحكي عن الفراشه السوريه اللي بدت تطير وطارت بالمسرح. يعني كان في عندنا معدات بدار الاوبرا مشكوره انه طيرنا الفراشه بمعدات كتير كانت يعني مهمه حديثه، انتقلت تماما، انتقلت الفراشه من بلد لبلد. هي من سوريا حاولت انه تنطلق من سوريا
لحتى تدور حول تعمل جولة حول العالم وترجع لسوريا. طلعنا من سوريا رحنا على الصين، رحنا على المغرب العربي، رحنا على روسيا. من خلال الفراشة لما بتنزل بأي بلد عم نجسد حالة البلد موسيقيا وأزياء، والديكور كان من خلال الشاشة، يعني لأنه بتعرف الإمكانيات كانت ما بتقدري أنت كل بلد تحطي ديكور إلها أو تشتغلي بهاي الطريقة. كان كتير هذا العرض كتير مهم. آخر شيء الفراشة بس تخلص جولة من هدول حول العالم ترجع لسوريا، فتقول لهم أنا رحت درت بلاد ورحت سافرت على كتير بلاد، أحلى بلد هي سوريا وأحلى وجودي فيها. يعني تحكي عن شو شافت بالبلدان وتقول انه انا ما ارتحت وما انبسطت غير بسوريا، وبعدين بننهي العمل عن هذا البلد. شقام نحن فكرة مين بتكون؟ رحلة الفراشة فكرة ياسر الأيوبي. يعني دائما في فكرة طبعا في كل حدا موسيقيا الأستاذ نزيه أسعد ورامي رامي هباش، كل عمل له زمن انتصارات كادره يمكن الفنيين والتقنيين والمؤلفين. أكيد كل عمل له حدا، لكن لأنه نحن يعني نحن ما بنقدر نكون موجودين أصلا. لما تكون كل حدا اختصاصي بمجاله بيكون في أهمية، بيكون في نوعية، ما بصير توصفي كل حدا إلا بيكون بمكانه الصح لحتى نحن نقدر نكون بطريقة صح. عمل شقام هو كانت الفرقة الشباب الكبار قدمناه بدار الأسد، بيحكي عن ثلاث مراحل زمنية للشام اللي مرت فيها. هو كان إخراج الأستاذ وليد درويش، نحن موجودين كنا كفرقة كمان. كان كتير عمل مهم قدمناه لمدة يومين، بيحكي عن الشام بالحقبة الزمنية اللي مرت عليها. مؤخرا حكينا عن مؤتمر مهرجان الجولان الثقافي اللي قدمناه كمان بدار الأسد، هو لمحافظة نيطرة. كان بيحكي عن كمان، هو كان عنوان حكاية نصر. وآخر شيء مهرجان الثقافي اللي قدمناه مبارح، مهرجان دمشق. الله بيزيدوا أكثر وأكثر إن شاء الله يا رب. خليك يا رب. كنا عم نحكي عن التنقل ليا والسفر. يمكن خلال الحرب كان لكم مشاركات دولية بال 2014 وبال 2015. خبرنا أول شيء عن أهمية هذا التواجد اليوم على المسارح العالمية. اليوم كفرقة سورية عم تدعم الموروث الشعبي والعادات والتقاليد، اليوم قديش بيعني لكم هذا التواجد؟ شكرا لك. اليوم نحن مثل ما تفضلتي كان لنا مشاركة بال 2014 بمهرجان الإكوادور الثقافي مع مكتب الشباب القطري. طلعت فرقة أجيال ومثلت الفلكلور السوري ومثلت سوريا. كان لنا تواجد كتير مهم بعنوان مهرجان الشباب. ضلينا تقريبا فترة 15 يوم قدمنا الفلكلور السوري لإقبال كتير مهم على صعيد البلد. بتعرف هناك يعني احنا كأمريكا اللاتينية بحبونا كتير، وكان لنا كتير تواجد مهم خصوصا من الكرنفال والافتتاح اللي كنا موجودين فيه. العلم السوري، التواجد الوفد السوري كان له كتير مهم. قدمنا ثلاث عروض على مستوى الإكوادور وما حولها، يعني من خلال هذا المهرجان لأنه كان مهرجان عالمي. ومهرجان كنا قدمنا بمهرجان الجزائر، طلعنا على مهرجانين ضمن فعالية واحدة. قدمنا كمان عروض مسرحية بتحكي عن سوريا، عن فلكلور سوريا. كان كثير لنا انطباع، وكان لنا شرف الختام بالمهرجان كونه سوريا كانت البلد اللي هن مستضيفينها. ومن خلال شغل الفرقة حبوا انه يكون ختام المهرجان للوفد السوري وللفرقة السورية، والحمد لله كان كتير اقبال حلو وكتير انسرينا بمحبتهم إلنا كنحنا كسوريين. الحمد لله. الحمد لله. أكيد، ودائما منقول إيد وحدة ما بتزقف. أكيد دائما يمكن المحافظة على روح العيلة الوحدة مشان تكبروا سوا، والجيل ورا جيل يمكن يكون سوا. كلمة أخيرة بتحب توجهها لأخواتك اللي هن الفرقة أجيال؟ ما بدنا نقول لأولادك كبرك. أنا امبارح خبرتهم، نوجه له تحية لباسل حمدان. باسل كمان هو معي وصديقي، نعم. وأنا وياه مؤسسين الفرقة لأسباب يعني لظروف شوي صحية ما قدر يكون معنا اليوم. سلامته. الله يسلمك.
أنا مثل ما تفضلت بحب أوجه تحية لشباب وصبايا الفرقة من الصغير للكبير كلياتهم اللي كانوا موجودين معنا، لا يواخذونا إذا مبارح عصبنا عليهم شوي أو كذا لأنه ستريس هيدا مثل ما حكيتي قبل العرض بيضل موجود. شكرا لهم فردا فردا، عزبناهم إن شاء الله الأعمال القادمة إسا الأحلى والأهم لنضلنا موجودين ضمن هاي الفرقة. شكرا لكم لاستضافتكم دائما، أنتم مواكبيننا بكل شغلنا، شكرا كثير لكم. أكيد مجدة أحمد أحد مديري فرقة أجال الراقصة، أهلا وسهلا فيكم نورتنا. خليك يا رب. شكرا لك مزدة.